اشتاج منتجي وتصور. اول حاجه تعملوها تلي شارجي وتصور مليون درايف اللي بعثناه لكم الموجود في الميل. بعديك تحلو الفود وتعمل نيو بروجكت. Créez une source de connexion ou tartaro le dossier du fil de sable. بعد تختار التارجت كونكشن اللي هو الدوسي اللي تسجل فيه التصاور. الاخر زيدوا لي كلاس نتاعنا تلقاهم ديجا في الميل اي 120 كلاس. لازم تدخلوا نفس لي نون دو بيس الموجود في الميل باش نجمو نحنا من بعد نتستيو الخدمه نتاعكم. ومن بعد يسوفي دو سيليكسيوني لي بيس وتختار لا كلاس كوريسبوندونت موجودين على الميل.